بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا للجميع، معكم فواز حسين من قرية حرفيش في الجليل الأعلى. يوم الأحد 14 شباط سنة 2021، أنا موجود بالضبط جنوبي مدينة عكا، واللي شايفينه قبالي مجرى لوادي النعمين اللي بينبع في منحدرات جبال الجليل الأسفل، وبيجري من الشرق للغرب. طوله حوالي 9 كيلو متر، وبيصب في البحر المتوسط بالضبط جنوبي مدينة عكا. هذا قبالي المصب وبحر عكا. بعد مرة وادي النعمين جاري، وفوقيه فيه جسرين. الجسر الواطي هو لسكة الحديد من الشمال للجنوب، من عكا نهرية باتجاه حيفة الأبيب، والجسر الفوقاني هو لوسائل النقل البرية، الباصات والسيارات. الجسر العلوي بالنسبة لاسم الوادي قلنا النعمين. سبب التسمية يقال انه نسبة لجماعة من عشيرة النعمين اللي عاشت او نزلت بالقرب منه، والله اعلم. النقطة الثانية اللي بدي اقولها، في مثل شعبي عند العكاوية، اهالي عكا يعني، بقولوا العكاوي إذا طلع برا السور بيحلف بغربته، يعني بقدي إنه ابن عكا يطلع من المدينة المحاطة بالأسوار بيتعرض للخطر وللسفر بعيد وللغربة. وهي المنطقة معروف بما إنها هي منطقة سهلية، أرض منبسطة وتربة رملية، وبصير في قلنا أمطار كثير في هاي الجهة. المنطقة هاي أغلب الوقت وعبر العصور كانت منطقة مليئة بالبرك والمستنقعات، والعبور فيها كان مش هوين. هسه بالنسبة للعكاوي بقول إذا وصلت المي للخلخال بقول آه يا خال، وإذا وصلت المي للركبة بقول وحياة الغربة. شو القصد بالأول؟ إنه الخلخال هي منطقة قريبة على وادي النعمين اللي فيها المي بتجمع، والواحد بيدعس فيها، بده يقطع يعني المي بتوصل للخلخال المقصود. وبالنسبة لل الركبة إذا بعد ما يروح للغرب باتجاه حيفا بيوصل نهر المقطع، بنسميه الكيشون، بالقرب من حيفا، شمال حيفا وين مصانع تكرير البترول، يعني قطع مسافة بعيدة عن عكا، غادي المي بتوصل للركبة. المقصود إنه كل هاي المنطقة اللي قريبة على الشط خليج حيفا التربة قلنا بتشربش مي، والأمطار والسيول بتنقع وبتعمل مستنقعات هوني. يعني الطلعة من عكا فيها كثير مخاطرة. أول شيء بده يقطع وادي النعمين، وبعدين ممكن يوصل أبعد يقطع وادي المقطع. وهي قلنا مقولة قديمة عند العكاكوي، إنه مجرد إنك أنت تطلع من عكا البلد بتعرض حالك للخطر بفعل قلنا السيول والمستنقعات الموجودة في هاي المنطقة. قلنا انه نهر النعمين يخترق سهل عكا، وبيجري بطول كيف قلت حوالي 9 كيلومتر في منطقة السهل،
يعني نقدر نقول انه طوله حوالي 18 كيلومتر، منين ما بيبدأ من المنابع في منحدرات جبال الجليل الأسفل، وقلنا في منطقة عكا ساحل عكا كمان بيجري مسافة معينة، وبالصوب قلنا في خليج عكا جنوب المدينة. النهر هذا نهر دائم الجريان، مع أنه قلنا تحيط فيه البرك والمستنقعات بسبب التلال الرملية واجتماع مية النهر ومية السيول. أقول معلومة تاريخية، إنه أيام صلاح الدين الأيوبي القائد العربي الشهير سنة 1190 بعث بجيوشه على ساحل عكا، ويقال إنه عمل حصار بشكل قوس بيبدأ من العياضية ومن مفرق كفر يسيف والبروي بسموها، وعمل قلنا الحصار هذا للجيوش الصليبية اللي كانت في عكا القديمة وحول عكا، وحاول انه يحتل عكا ويحررها من الصليبيين بعد ما حرر مدينة القدس من الصليبيين بعد معركة حطين في 1187. هذا تاريخ معروف وتاريخ مفصلي في الشرق. في الجهة الإقبالي مبينة عكا القديمة، وقلنا خليج عكا وبحر عكا، وعكا معروفة إن هي من أقدم المدن في شرق المتوسط، وهي واحدة من البوابات للدخول على بلاد الشام. وعكا معروف عنها أنه كانت هدف اللي صعب المنال مثل ما بقوله، والغزاة عملوا المستحيل أنه يوصلوا لعكا ويحتلوا عكا، قسم وصل وقسم ما قدر يوصل. عكا قلنا مدينة عمرها فوق 6000-7000 سنة، وفيها معالم من التاريخ القديم والتاريخ العصور الوسطى والتاريخ الحديث. شايفين القطار نافذ لسه قبلنا. أحب أزيد بعد بعض المعلومات، إنه بالنسبة لوادي النعمين كانت في عليه عدة مطاحن للقمح، خاصة أيام الصليبيين وأيام المماليك، وفي المستنقعات اللي كانت قلنا خاصة بفصل الشتاء كانوا قبل 48 يحطوا الخشب على أساس ينقعوه ويعملوا الكبريت، احنا بنقوله في العامية الشحاطة، عشان يولعوا النار. معروف عن مصنع نور من أقدم المصانع اللي كان في سنوات 40 و50، كان بالضبط في هاي المنطقة جنوب عكا. نقطة ثانية مهمة، انه هذا النهر يرتبط تاريخه بصناعة الزجاج أيام الفينيقيين في العصور القديمة، وكانوا يعملوا الزجاج من الرمل، والنهر زود الصنايعية بأصداف بسموها صدفة الموركس لاستخراج الصباغة، يعني اللون الأرجواني، ويقال إنه
أيام اليونانيين كمان اهتموا في هذا النوع من الصناعة، وكانوا كمان يستعملوا الصباغة هاي لصناعة الأقمشة بالضبط في هاي المنطقة من سهل عكا. اللي بدي أقوله باختصار إنه اليوم الواحد بينفذ في هاي المنطقة وبيعرفش معلومات كثير قديمة ومهمة، واللي بنبش مثل ما بقولوا وبيسأل وبيقرأ وبيرجع للمصادر بفهم قديش بالفعل منطقة عكا منطقة استراتيجية، منطقة مهمة. اللي قلنا كل الغرب، أوروبا بشكل خاص، إنجلترا، فرنسا، النمسا، إسبانيا، الدول الاستعمارية هاي اللي احنا بنسميها، حطت عينها على هاي البلاد وعلى الشرق وعلى مدينة عكا. أنا إسا ماشي مع وادي النعمين بالاتجاه الغربي قرب من المصب وين بتلقي مية النهر مع مية البحر. اليوم دافي مشمس والبحر مبين عليه ساير شوي وهدير الأمواج مسموع. وين أنا واقف حوالي عشرات الأمتار يعني عن الشط بالضبط. عكا القديمة بجوامعها بكنائسها بنيات القديمة والحديثة، السور كمان مبين، قلنا خليج عكا. طلع بعيد في عدة بواخر بيني، ونطلع بعيد أكثر جبال الكرمل ومينا حيفا، هي واحدة من المناطق المهمة في شمال إسرائيل. قلنا أنا موجود ماشي بالقرب من وادي النعمين في الجهة الغربية قريب على المصب والملتقى بين النهر والبحر. اسم الله هون مثل دلتا صغيرة خلينا نسميها، تلقي مية وادي النعمين الجاري مع البحر المتوسط. طلع هون عكا القديمة بتبين بشكل أوضح، البنيات العالية هاي فنادق جهة التبلية من عكا باتجاه حيفا. هذا قبالي هون ملعب لكرة القدم حديث كمان.
مناظر جميلة، تريح النفس وتشرح الصدر. شكرا لكم، إن شاء الله نلقي بمحل ثاني اليوم ثاني. هنا بتطهون المصب تبع وادي النعمين، المي الجاري تلتقي مع مية البحر. شكرا لكم، نلتقي يوم ثاني محل ثاني.